تحياتي ليك كابتن محمد فاروق، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. هنا من فندق الاقامه، وفي هذه اللحظات يعقد الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي المحاضره الفنيه الاخيره قبل التوجه الى استاد القاهره الدولي ليخوض مباراه الاهلي والنصر ضمن مباريات الجوله 25 من عمر مباريات الدوري العام. مباراه هامه جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي في توسيع الفارق مع اقرب المنافسين فريق النادي الاسماعيلي، خاصه بعد خساره الاسماعيلي امام انبي بهدفين مقابل لا شيء، والفوز اليوم يوسع الفارق الى 20 نقطه وتقترب المسابقه شيئا فشيئا الى فريق النادي الاهلي، خاصه ان الفوز خلال المباريات الثلاثه او الاربعه القادمه سيحسم الدوري بشكل كبير بالنسبه لفريق النادي الاهلي. كابتن حسام بدري بيعقد المحاضره الفنيه في هذه اللحظات لاختيار التشكيله الاساسيه واللي هتمثل فريق النادي الاهلي في هذه المباراه، وبشكل عام هناك تغييرات عديده في تشكيله فريق النادي الاهلي، لكن بما يتواءم مع طبيعه واداء وشكل وطريقه لعب الجهاز الفني مع اللاعبين خلال المباريات الاخيره. هناك طبعا غيابات عديده في هذه المباراه، الجهاز الفني يمكن فكر ان هو يريح عدد من اللاعبين ابرزهم محمد الشناوي حارس المرمى، احمد فتحي الظهير الايمن، صابر الرحيل، لكن عاد سعد سمير، عاد علي معلول، محمد هاني، بالتاكيد وجود صلاح محسن ومروان محسن في خط الهجوم مع وليد ازارو، مع وجود اجاييه وبكماني وعدد من اللاعبين، بالتاكيد كل دي اطروحات فنيه للجهاز الفني لاختيار تشكيلته الاساسيه. لكن فكر الجهاز الفني في هذه المباراه الظهور بشكل جيد، عدم تغيير شكل او طريقه اللعب بشكل كبير مع الاحتفاظ بالقوام الاساسي واجراء تغييرات في نطاق محدود لمواجهه ضغط المباريات وتوالي المباريات بالنسبه للفريق خلال هذه المرحله في ظل توالي المباريات بشكل كبير جدا، لدرجه ان الجهاز الفني والكابتن حسام بدري منذ قليل اخطرنا ان غدا باذن الله الجهاز الفني اعطى للفريق بالكامل راحه سلبيه استعدادا للمباريات القادمه. ده بالنسبه للتشكيل الاساسيه او بالنسبه لشكل الفريق في هذه المباراه، لكن نقطه كمان يمكن مهمه جدا اذكرها ان انا كنت اتكلمت مع الكابتن طارق سليمان في مساله تناوب حراس المرمى خلال الفتره القادمه والمشاركه بالنسبه لحراس المرمى، هو طمنه وقال لي ثلاثة حراس جاهزين للمباريات القادمة سواء شريف إكرامي أو محمد الشناوي أو حتى علي لطفي، لكن أكد لي إن الجهاز الفني بيفكر في المباريات بشكل كبير جدا، إن هو بيعطي الفرصة للجميع حتى يكون الجميع في حالة جاهزية، وكمان التركيز في المباريات الدوري القادمة ومباريات أفريقيا. اليوم حسب ما علمت طبعا من متابعتنا للجهاز الفني ومتابعتنا للاعبي فريق النادي الأهلي، سيحرس مرمى فريق النادي الأهلي اليوم كابتن شريف إكرامي، وسيكون متواجد على دكة البدلاء علي لطفي. وراحة محمد الشناوي في هذه المباراة هي فكرة الجهاز الفني، كما راحت احمد فتحي وعدد من اللاعبين خوفا عليه من الاجهاد ويكون جاهز كمان للمباريات القادمه، والجهاز الفني بيفكر في مصلحه الفريق وبيفكر في المستقبل الفريق بالنسبه للمراحل القادمه. اليوم بالنسبه للفريق داخل فندق الاقامه الجهاز الفني ميعاد الفطار ما كانش مبكر قوي، لان المباراه النهارده الساعه 8 في استاد القاهره الدولي، فبالتالي ميعاد الفطار كان الساعه 10 صباحا. ميعاد الغداء بالتنسيق مع الدكتور هاني وهبه اخصائي التغذيه تم تاخيره شويه، يمكن كان في حدود حوالي الساعه 2 ونص 3، لكن ميعاد المحاضره بدا حوالي الساعه 6 الا ربع، يمكن حوالي من ربع ساعه او ثلث ساعه تقريبا. بعد قليل ان شاء الله الفريق هيتوجه لاستاد القاهره لخوض هذه المباراه، مباراه هامه جدا. الجهاز الفني بيحذر اللاعبين من هذه المباراه وضرب لهم مثل بمباراه الاسيوطي، خاصه ان فريق النصر هو فريق المؤخره او اخر فريق في جدول الدوري، وبالتالي هذه المباريات لا تقل اهميه ولا تقل صعوبه ودرجه صعوبتها عن اي مباراه في مباريات المنافسه مع المراكز الاولى، خاصه مع اقرب المنافسين في مسابقه الدوري العام. بعد قليل ستتوجه الاتوبيس او حافله فريق النادي الاهلي لاستاد القاهره لخوض هذه المباراه على استاد القاهره في تمام الساعه الثامنه مساء، وبإدارة تحكيميه الحكم محمود ناجي حكم الدرجه الاولى في هذه المباراه الهامه جدا اللي بالتاكيد نتمنى فيها التوفيق لفريق النادي الاهلي. تلك هي الاجواء، تلك هي الصوره، الاخبار من داخل فندق اقامه فريق النادي الاهلي، وليك الكلمه كابتن محمد فاروق في انتظار متابعه حيه وحصريه مع فريق النادي الاهلي هنا من فندق الاقامه حتى الوصول لاستاد القاهره وقبل انطلاق المباراه في الثامنه من مساء اليوم. اليك الكلمه.